السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في فلوق اليوم قررت انشارك معكم نهاري نهار الجمعة. اول حاجة جمعة مباركة. قرأت اقتباس قبل ايام واعجبني كثير وغردت فيه. يقول هذا الاقتباس: وظل يلح على الله ويتحدى بأسه حتى غلب دعاؤه قدره. ربي يعرف بكفاحك الداخلي ويعرف بأسك واللي ممكن ما يظهر عليك حتى. ربي يعرف رغبتك الجامحة اللي مسببة لك هذا القلق، لكن ربي يبي منك إيمانك. بعد ما قضيت البيت وحيت الغبرة وشطبت البيت كذلك، درت الموكيط هنا، صافي دابا كلشي بيرفكت. دابا خاصنا نمشي نكملو، نكمل الشطيبة اولا وعاد نشوف شنو ندير. داتي من بعد ما صافي صوبت بلاصتي وشطبت الاشياء اللي خصنا نشطبهم وقاديتها، صورت لكم، يلا لقيتوني دابا صورت لكم واحد الفيديو في اليوتيوب، القناه ديالي هي هذه، سيروا شاركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي نوركيو غادي نخدمه وغادي نخدم شي حوايج وعاد خاصني نقرا الى اخره. المهم هذا مكان، ولابد في اليوم ديالي لابد خاصني تحلو شي حاجه تحقق هذا. المهم اعتقد الموقف الى اخره، الحمد لله حيت كنت كنصور ونسيتو. المهم هذا مكان، صافي دابا غادي نخدمو. هذا مكان وجاني دابا الجوع، غناكل شي حاجه حيت صراحه مفطرش الصباح مزيان. دابا راه 11 بحال هكاك، غناكل شي حاجه خفيفه جدا وغادي نمشي نخدم. بس وانك تطلبه، ربي يقول انا عن ظن عبدي بي. ليه منغمس تحت فكره اقلقتك بمسمى ماذا لو لم يكتب لي هذا الامر؟ حسين قال خاصنا ما شاء خرجه ماشي تخرج. ممكنش ماشي مشكل تخرج، لا مشكل ما تبقاش تدخل الدار. نخرجو هي وبيتشو، نخرجو هي ونخديو بيتشو. هشام هي تاهي عزيزة علي ماشا نهزها في ميكا ونخرجها. مشيت لبس لبس كتاب قلت لي نتحكمك هافي تي راك نتحكمك وانا نجربوك مقلب دوري ماشي تعال سامحيني. لا لا تقدر يلا جربك.